يكون يعني يتزوج مرتين، يعني يكون عنده زوجتين بحياته، هذا ما عنده مشكلة. أو داخل خطبة خطبة جديد، يعني فات خطبة جديد، خاطب بفكر خطبة بالضبط. ممكن يكون عنده أكثر من خطبة يعني بحياته بصورة عامة، أو أكثر من ارتباط يعني، أو حتى من يتزوج يعني يكون عنده يا أما علاقة ثانية يا أما مثلا يتزوج أخرى، هيك شيء. ومن ناحية الأولاد بيجيهم أولاد إن شاء الله؟ هذا ما عنده مشكلة، هذا نسبة، إذا نسبة الذكور عنده أمنة أوكي ما عنده مشكلة، إيه ماكو. أما التاريخ الأول اللي هو إيش قد كان؟ 87 4/8 هذا لا يعني ممكن عنده شوية تأخير في مجال الحمل أو الإنجاب مع الأسف. بعد ما يتزوجوا يعني؟ نعم. شكرا يا أستاذ. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مايل استلام مشاركاتكم في هذه الفقرة، وتواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. مشاهدينا الكرام، مواليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم برج الحمل الناري. تعالوا معنا نتعرف إلى أبرز صفات امرأة برج الحمل. هذه المرأة تتأثر من كوكب المريخ، كوكب الطاقة والنشاط والاندفاع، فيجعلها صريحة مندفعة في تصرفاتها، لا تعرف اللف والدوران، وإنما تتوجه نحو هدفها مباشرة وعلى الأغلب دون تخطيط. نراها جريئة محبة لاستقلاليتها، وترغب في أن تكون محط أنظار الآخرين، وتطرب لسماع كلمات الثناء والتقدير. بوسع امرأة الحمل النجاح في شتى ميادين العمل وكربة بيت، هي لا تهمل أمور بيتها، وإن كانت في الواقع تعمل ذلك كمجرد واجب وليس عن رغبة. تمنح أطفالها الاهتمام المطلوب، وتعاملهم معاملة حسنة، وتشاركهم آمالهم وطموحاتهم. إذا طلبت العون منها لن تتردد في مساعدتك، وهي لا تميل في التضحية لأجل أفراد عائلتها. هي بطبيعتها عاطفية رقيقة، وإذا وقعت في غرام أحدهم فإنها لا تحد عنه من حبه مهما حاول الآخرون نهيها عن عزمها، فهو في نظرها دون جوان عصره، حتى ولو لم يكن كذلك حقيقة. بصورة عامة، امرأة برج الحمل متفائلة، طموحة، طيبة القلب، كريمة، ومن مساوئها التسرع والتهور في بعض الأحيان ونفاد صبرها. أكثر المناطق تعرضا للمتاعب في جسدها منطقة الرأس. يناسبها من الأبراج الجوزاء، الميزان، الدلو، الأسد والقوس. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مايل استلام مشاركاتكم، أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. عودة للمشاركات الهاتفية ونشوف من الخط. ألو. ألو، نعم. ممكن أشارك؟ تفضلي على الهواء. ممكن أعرف التوافق بين 6/9 أو 1/3؟ أي سنة 6/9؟ 87. 1/3؟ 74. دقيقة واحدة. عندنا 6/9 1987. والميلاد الثاني 84. 84؟ اي 84. 1/3 من وياي؟ اسمك كري؟ أسماء. أسماء، العلاقة تعتبر فوق الوسط.
هي عذراء والحوت من نوع العلاقات المفروض تكون جدا مثاليه او من النوع المفروض ممتازه، يعني افضل الابراج اللي تناسب الحوت هو العذراء وافضل الابراج اللي تناسب العذراء هو الحوت، بس هذه شويه يعني خلينا نقول لك فوق الجيد، يعني اكو تفاهم بالمستقبل ممكن ان شاء الله، يعني مو مثل ما يعني تصوري 100% بس ماشي، يعني مو قاصره ان شاء الله اذا كانت فعلا رغبه صادقه ومتبادله بين الطرفين. اوكي زين، ممكن اعرف مرة ثاني؟ تفضلي. 10/4 زين. عن كافه الحياه، يعني كافه امور الحياه. 10/4 هذا من مواليد برج الحمل. العفو. آسف. الفترة عن الأمور العاطفية يعني. أوكي. هذا من مواليد برج الحمل. من ناحية عاطفية بوجه خاص عنده فرصة إيجابية خلال هذه السنة من نص شهر 7 وصاعدا لمدة سنة تقريبا. حيكون عنده كل شوية فرص عاطفية، على اعتبار أنه الكوكب المشتري راح يكون عندهم بالبيت الخامس المسؤول عن العاطفة، فبالتالي يعطيهم فرص إيجابية من ناحية العاطفة. إذا بالنسبة للعزاب تكون عندهم أكثر فرصة للارتباط من عاطفيا، قد تؤدي واحدة من هذه الفرص إلى خطوبة أو زواج إلى آخره. بالنسبة للمتزوجين يكون عندهم فرص إيجابية من ناحية الحمل والإنجاب، إذا خاصة أكو ناس مثلا عندها تأخير أو لا سمح الله مشاكل في هذا المجال. أوكي اسمع. شكرا أستاذ. أهلا وسهلا. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. مشاهدين الكرام، أرقام الهواتف التي تضربها حضراتكم أسفل الشاشة وميل السلام من شركاتكم أو التواصل ومعنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. أي سؤال يوجه من خلال يعني يوجه لصفحة أخبار الفلك يكون من خلال الرسائل فقط وليس على الصفحة العامة. ألو. ألو. نعم تفضلي. أخبار الفلك. تفضلي على الهواء. ممكن أعرف برج 1980 من وياي؟ وياك أم تبارك. أم تبارك. تبارك هذا التاريخ لمواليد برج الحوت، شنو سؤالك بالتحديد؟ الخارطة الشخصية مالتي. الساعة بيت جاي بالثلاثة الفجر؟ بـ2:30 دقيقة. 16/3/1980 بالنسبة للمادة الأفكار خلات. بالنسبة للمادة مواليد برج الحوت صار لهم تقريبا كم شهر أمورهم المادية تعبانة، هذا سبب وجود المريخ في بيت في البيت الثامن المسؤول على الفلوس، فبالتالي عندهم نفقات اكثر من طاقتهم وميزانيتهم، يعني امور الماديه كلش تعبانه، هذا الضغط راح يبقى مستمر لغايه 25 بالتحديد وينتهي نهائيا من نهايه شهر 7 ان شاء الله. هذا ايش تريدين؟ شنو سؤالك عن الخارطه مال 16/3؟ سؤالي مو الخارطه الشخصيه، هو بدايه حياته يعني من بدايه يعني شغله زين وفتره حياته كلش مو زين، يعني يصير زين بالنسبه للماده لو يبقى نفس الشيء. لا هاي من ناحيه الماده بس، هاي الفتره يعني مو بس هو، يعني كل مواليد برج الحوت هسه ومواليد برج العذراء ايضا يعانون من ضغط في النفقات غير طبيعي، هذا السبب مثل ما ذكرت هو كوكب المريخ خاصة الفترة الحالية، على اعتبار أنه حاليا هو في حالة تراجع، فبالتالي عندهم ضغط في مجال النفقات جدا قوي، يصرفون أكثر مما يجيهم من مدخول أو وارد، فبالتالي ميزانيتهم تعبانة. هذا مثل ما ذكرت الوضع يعني خلينا نقول عليه مؤقت، يعني بس خلال هذه السنه او خلال السبع اشهر الاولى من السنه، بعدها لا يرجع وضعهم ان شاء الله طبيعي، يكون افضل او يرجع على طبيعته في اقل احتمال. اذا اكو فرصه توقيع عقد له؟ من ناحيه العقود الى احسن فتره الفترة اللي راح تكون من 6/9 لغاية 29/9. من 6/9
حاليا ما عنده مشكله، بس هذيك الفتره تكون فرص اكثر، او اذا يوقع عقد يكون شلون اقول لك نتيجته تكون احلى او احسن ان شاء الله. وبالنسبه للخارطه الفلكيه ماكو شيء بيها يعني عادي؟ الخارطه لا، يعني الخارطه بها الحكي مالها يطلع 14 ورقه من هاي مال الكمبيوتر، فاما احكي لك اياها كل الصعبه، يعني حتى كل ناس يدزون رساله يقول بده خارطه، يعني مو سهله مثل ما انت تريدين. بس انا هسه مثلا خلال هالقد ما مر علي من اشوف شيء، انا هسه دا اشوف يعني دا يعني هواي اشياء، بس انت شنو اللي ببالك؟ يعني كانما انت هسه طابه بمحل يبيع فد شيء معين، تقولي له اريد فد شيء، هو يقول لك شو تريدين؟ غير انت تسالين حتى اجاوبك. هو انا سالتك على الماده وقلت لك تتحسن ما راح تبقى هيك، يعني من ناحيه الماده طبيعي، هو شخصيا يعني مو من النوع اللي مثلا يعني نقدر نقول على وضعه ايجابي اكثر مما هو لا سمح الله سلبي. من ناحيه الماده لا، يعني هو من النوع المدبر، ولو هو من النوع اللي يدير يعني يهتم بفلوس، يعني يكون حريص على فلوس الآخرين أكثر من يكون حريص على فلوسه، بس مع ذلك لا أوكي، يعني وضع المادي نقدر نقول عليه حلو بصورة عامة بحياته يعني. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بيك متبارك. إذا مشاهدين الكرام نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تجدون الأصدقاء يتعاونون معكم منكم أن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة. من فجر الجمعة تتراجع صحتكم، اخلدوا إلى الراحة. الثور تدفعون بمصالحكم في مجال العمل، الفترة جيدة لمن يبحث عن عمل. من فجر الجمعة تلتقون الأصدقاء، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحدهم. الجوزاء تشعرون بقوة العاطفة في حياتكم، وخبر سار في طريقه إليكم، وتكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في رحلة إلى مكان بعيد. الفترة جيدة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. من فجر الجمعة حافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية. السرطان تنهمكون في عادة تنظيم أموركم المالية، والفرصة متاحة لمكسب مالي من تركة أو شراكة أو تعويض. من فجر الجمعة تنشطون في السفر والاتصالات لا سيما البعيدة منها. الفترة جيدة للطلاب من بينكم لاجتياز امتحان. الأسد تنجحون في تعزيز شراكتكم، الفترة مناسبة لتوقيع عقد تجاري أو إتمام خطبة أو زفاف. من فجر الجمعة ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم. العذراب يوسعكم إنجاز الكثير من عملكم المتراكم. من فجر الجمعة ينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة، ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة، ولا تندفعوا في تصرفاتكم تجاههم. الميزان يقف الحظ في صفكم ماليا وعاطفيا، منكم من يبدأ علاقة جديدة أو يعزز العلاقة القائمة، يوسعكم شراء ورقتي نصيب. من فجر الجمعة لا تبالغوا في جهدكم الجسماني رغم تراكم العمل، انتبهوا إلى غذائكم وراحتكم. العقرب تنهمكون في إدخال تعديل على مسكنكم والتعامل بعقار ما وتعزيز الروابط العالية. من فجر الجمعة تبحثون عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم لا سيما أولادكم. القوس تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، بوسعكم إجراء مقابلة أو اجتياز امتحان. من فجر الجمعة ادخلوا التعديل المطلوب على مسكنكم. الجدي يصلكم مبلغ من المال يدخل تحسينا على ميزانيتكم. من فجر الجمعة كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة داخل المدن. الدلو تستعيدون نشاطكم المفقود وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم. من فجر الجمعة ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم. أخيرا الحوت انتبهوا أكثر إلى صحتكم. من فجر الجمعة أنتم أكثر نشاطا وحيوية ونجاحا في الدفع بمصالحكم رغم بعض العراقيل. ما
مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، والله أعلم. إلى هنا نأتي إلى ختام أخبار فلك هذا اليوم، ألتقيكم يوم السبت المقبل بإذن الله. إلى ذلك الحين أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات سبت البث من تلفزيون شرقية، مع السلامة.